بمشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج فاشن تايم. زي ما عودناكم كل أسبوع عندنا فقرات جديدة كلها أزياء وموضة. بس قبل ما ندخل في التفاصيل أبغى أذكركم أنه تقدروا تتواصلوا معنا على الفيسبوك والتويتر والإنستغرام الباينة قدامكم. في حلقة هذا الأسبوع مع فاشن تايم حتشوفوا معنا أحلى الموجود بمارك باي مارك جايكوبز بس مع سارة سبيكس، مقابلة حصرية مع مصممة المجوهرات كيرا روس من نيويورك، تشكيلة أزياء جديدة لمصمم الأزياء الراقية نيكولا جبران في دبي، افتتاح مطعم ليمونيد للأكل الصحي، مشكلة البيبي هير في الوش مع دينا، أفكار رائعة لترتيب أغراض الميك اب. خلينا ناخذ جولة أخبار سريعة مع الستارز والفاشن. أطلقت المصممة اللبنانية العالمية ريم عكرة ضمن أسبوع العروس بنيويورك مجموعتها الجديدة لفساتين الزفاف لموسم خريف 2015. وجمعت التصاميم بين الرومانسية والكلاسيكية والأنوثة اللي تمنح العروسة طلة مميزة وجذابة، وحرصت المصممة في هذه المجموعة على تلبية عدد كبير من الأذواق من خلال تنويع الموديلات والقصات، وهذه المجموعة كان اسمها فلتكن نورا. قبل كده رحنا على مارك جايكوبز واخترنا أحلى فساتين موجودة، واليوم خلينا نروح كاجوال أكتر مع مارك باي مارك نشوف آخر كولكشن ونشوف إيش اخترت لكم مع سارة سبيكس. كل أسبوع بنروح على محل وبنختار أحلى الموجود، واليوم إحنا في مارك باي مارك جايكوبز اللي تابع لمارك جايكوبز بس الكولكشن يكون أكثر شبابي وأكثر كاجوال، فتعالوا شوفوا معايا آخر كولكشن وأحلى الموجود مع سارة سبيكس. كثير لاحظت في هذا الكولكشن اللي عندهم بيستخدموا الجليتر كثير، ولفت انتباهي هذا الفستان صراحة مرة حلو. I love the silver والجليتر البينك، it's very sporty بس في نفس الوقت very stylish، تقدر تلبسيه في عزيمة في عشاء، تقدر تخرج مع صحباتك، it's very nice وحلو، حسيته من آخر كولكشن حق مارك جايكوبز. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. من الأشياء اللي لاحظتها كثير كمان في الكولكشن هذا اللي هو البرنت، استخدام البرنت مع البرنت، فكثير عجبني هذا الفستان صراحة. حبيت السكويرز الزرقاء مع الخضرة مع بعض، it's very nice. وهذا فستان it's one piece، بس كمان قلت خليني أحط هذا السكيرت عليها، ملبقينها هم مع بعض، تقدر تلبسيها فوق الفستان بحيث انه يكسر بين التو برينتس والتو كولرز. فهذا الطقم يعتبر سمارت كاجوال، تقدر تحضري فيه ايفنت، تقدري تروحي فيه عشاء، تقدري برضو تروحي خرجي مع صحباتك، تقدر تحطي عليه جاكيت وتخرجي مثلا بالليل، فينفع لكثير مناسبات.
آخر أوتفت عندنا اليوم اللي هو هذا الفستان، كثير حبيت الكومبينيشن بين الذهبي والأسود. طبعاً هو مستخدمين أتل وفي لايرز فعامل نفسه شوية. حبيت كيف حطوا الجري جاكيت مع الجولد، it's a mix between two. هذا الفستان تقدر تلبسيه في سهرات، تقدر تلبسيه في عشاء، تقدر تلبسيه في خطوبة، زي ما أنت تقدر تحط الأكسسوريز وتخليه مناسب للمناسبة اللي أنت رايحتها. روس هي مصممة مجوهرات ساكنة في نيويورك. تعالي شوفوا معانا أنواع الجلود والأحجار اللي تستخدمها اللي قالت لنا عليها لما جات على دبي. Hi, Kara. How are you? Great. Thank you for being here. Thank you. And it's such a pleasure to meet you. And I would like to welcome you to Dubai. Oh, I'm so happy to be here. I want to tell you how madly in love I'm with the earrings. And they look great on you. It's so beautiful. Can you tell me more about them and more of the collection? Sure. Well, the earrings you're wearing are one-of-a-kind earrings. The stone is called Yavaravite. It's 18 karat gold and diamonds, all handmade. They're one-of-a-kind. The gemstone is extremely rare, hard to find, especially in large sizes. Wow. And so you'll find that in looking at a lot of our pieces that, you know, as a certified gemologist, I try to use really interesting and unusual gemstones. And oftentimes we highlight the gemstones as opposed to just plain gold and diamond pieces. And I noticed all the pieces are like, every piece is such a statement piece. So yeah. How do you describe your collection? Because is there anything simple about you? You know, I think that to me it's strong, it's bold, it's feminine, and it's modern. And I think that is like the essence of women today, you know? Why shouldn't we be bold? We're strong, the womenomics, women are just in charge of so much of the household income, disposable income. We might have a female president in the United States. I mean, I just think it's important to be bold. And I think the jewelry reflects that. Yeah. Tell me more about your bags. I noticed there's a lot of prints on different materials. Yeah, the bags are all handmade, custom made in New York out of the finest skins. We use crocodile and ostrich and lizard, and what we're doing, it's really interesting, is we're taking photographs of the fine jewelry and creating a kaleidoscopic print and then printing that on python and lizard. So it's incorporating the fine jewelry into the bags via pictures or the hardware, unusual things. Okay, so tell me more about like what kind of woman to design for. What's your vision? To be honest, I think about myself and I think, would I wear this? And I kind of test drive everything. I mean, I try the rings on. Are they comfortable? Do they fit well? I can wear all of these rings together and so somehow everything it works. Here, you would wear it? Oh, I wouldn't wear it. I wouldn't make it if I wouldn't wear it. Amazing. I have to want to wear it and I have to love it. But what's your favorite piece? Like something that you really put your heart into it? This is my newest piece. I don't know if you can see this. This is, I reset my diamond engagement ring as a snake. And you can see that it looks like the snake is eating the diamond. You can see that on the side and the fangs are the prongs. Yeah. So I'd say for the moment, this is my favorite thing. And I'm working on a whole campaign. It's about women's empowerment through the diamonds, diamonds. So I'll tell you about that as I get farther along. But yeah. Well, perfect. Really, best of luck. Thank you. I love your stuff. And good luck tonight. Thank you. Appreciate it. Thank you for being here. We are.
فقراتنا لسه ما خلصت، شوفونا بعد الفاصل. بعد الفاصل حنتابع في فاشن تايم افتتاح مطعم ليمونيد للأكل الصحي، تشكيلة أزياء جديدة لمصمم الأزياء الراقية نيكولا جبران في دبي. نيكولا جبران هو مصمم لبناني معروف تصاميمه بالجراءة، وكثير من المشاهير العرب يحبوا يلبسوا من عنده، وخاصة مايا دياب اللي تعتبر صديقته المقربة. فتعالوا نشوفوا آخر كولكشن اللي عرضها في دبي. أجدد شيء إنه هلأ أنا وأنجي سكرنا الكليب الجديد اللي راح صوره قريباً جداً لغنية جديدة من السيدة، وراح تكون غنية مع السيدة، راح ينزلوا سوا كليب وسيدة. أي متى الموعد؟ مش بعيد، يعني كنا عم ننزل قبل الأعياد، هلأ أجلنا شوي. أنت تعرف اليوم الحياة هي الموضة، لأن الموضة عبارة عن أجسام جميلة علشان تلبسها ملابس جميلة، صحيح؟ وأكسسوارات جميلة، وجمال على الجمال فيطلع الجمال. I wanna be the first in line, be the one to save your life. All I wanna do is hold ya. But somebody shuts you down right in the middle of a world outside. What it means a little when you've heard those lies. You need someone to make you believe, make you believe. Oh, oh, oh. نيكولا شغلة معه، نيكولا اللي حلو فيه أنه قلت لك يعني كل فنانة بيعطيها التاتش تبعها. يعني أنا في الفترة اللي اشتغلت فيه معه كان رايح معي كتير طريقة سيمبل أند كلاسي. هلأ مع السنوات ما بعرف شو حيطلع معنا، إن شاء الله بيكون عنا شغل سوا في هلا فبراير. الفستان إن شاء الله حيكون نيكولا جبران. Too far, baby, just lay down your arms. Now the battle's over, but somebody shuts you down right. مجموعة استوحيتها من رسام عالمي، من لوحة لرسام عالمي اسمه جاكسون بولوك. ف يعني هيك جروسو مودو كل لما قريت قصة حياته وشفت كل البينتس تبعوله وشفت كيف بفكر وكيف بيرسم وكيف بكب الألوان وكيف يجمع الألوان مع بعضهم، قدرت كون فكرة عن أساس بقدر أنطلق منه، وباز بقدر بلش منه مجموعتي. طبعا بالاضافه للتاتشز تبعولي، كنت بتشوف هيك بكل فستان في مزيج الوان، في اشياء مركبه مع بعضها بطريقه بتشبه انا فلسفتي بعالم الموضه. Somebody shut you down right in the middle of a war outside. Words mean so little when you've heard those lies. You need someone to make you believe, make you believe. I will be a soldier. دايما انا بطوع القماش لاقدر اطلع منه لوحه
من دون ما تشوف قماشة واحدة، يعني ممكن يكون في مزيج بالقماشات، ممكن يكون في لعب على الألوان، لعب على التركيبات مع بعضها، بكون من خلالها لوحة هي بتكون بالآخر فستان. ما عندي هدف فني معين، عندي هدف عملي وهدف اذا بدك هدف بخص شغلي انا وبتمنى اني احققه. إذا بتدوري على وجبة لذيذة وفرش من غير ما يجيك تأنيب ضمير على عدد الكالوريز، إذا أنصحك تروحي لمنيت. تعالوا شوفوا معانا إيش الشيف قال لنا على هذا المكان. يا الله صار فيكم لمنيد. انطلقت فكرته سنة 2007 مع الشيف ألين جاكسون. انطلاقته كانت عبر بيفرلي هيلز، واليوم بيمتلكوا أكثر من 20 فرع بالولايات الأمريكية. لمنيد فكرته كانت حول كل شيء أكلات الصحية، فمن هيك اليوم الماركت كله تقريبا بالإمارات وحتى بجي سي سي كونتريز اليوم كلهم هدفهم او عم بيلاحقوا كل شيء شو في هيلثي فود. تم الافتتاح تقريبا من حوالي الاربع ايام، واليوم انتم بقلب لمنيد عم بتشوفوا قد ايه لمنيد بريزنتنج فكره الاكل الصحي وشو الهدف من وراء لمنيد. هلا اليوم فكرة بس تقولي أكل صحي كل العالم بتروح على أكل مستشفيات إذا بدك، للي هن بيجربوا أنه يبعدوا عنه منه محبذ. اليوم بلمنيد جبنا كل شيء فريش فيجيتابل، كل شيء خضرة فريش عم نقدمها، ما بنستعمل أي مثلا مايونيز أي ماستر، كل شيء هذا الهيفي برودكت اللي هو ضد الجسم إذا بدك ما بنستعمله نحن بقلب محلاتنا. الفقرات لسه ما خلصت، خليكم معانا. بعد الفاصل حنتابع في فاشن تايم مشكلة البيبي هير في الوش مع دينا، أفكار رائعة لترتيب أغراض الميك اب. دينا رسلت لي دايركت مسج على الانستغرام تشتكي لي من شعر في وشها، هذا الشعر مره خفيف ومستحيل يتشال لا بالليزر ولا بالحلاوه ولا شيء، فانا لقيت لها طريقه مره سهله وما يعور. شوفوا معايا. مرحبا دينا، كيف حالك؟ هاي، ازيك يا ساره؟ وبركي الحمد لله. دينا اول شيء شكرا انك كلمتيني وكلمتي فاشن تايم.
انت عندك مشكله انه بتقولي لي عندك بيبي هير في الشعر. بالضبط. فممكن تحكيني بالتفصيل بالضبط ايش بيصلك؟ هي المشكله دي ظهرت عندي من شهرين او 3 شهور، بدات اعاني منها جدا. حاولت حاجات كتير جدا، يعني حاولت واكسينج، حاولت لما بنروح الصالونات او نشيلها، حتى ايفن وصلت لدكاتره درماتولوجيست ان انا اشيلها بالليزر، بس طبعا بيبي هير بيرفضوا تماما الموضوع ده. فانت عارفه قد ايه مشكله زي دي حساسه بالنسبه لنا كستات. أيوة. ف عايزه الاقي لها حل، وما صدقت شفتك كونتاكتي على انستغرام، فما توقعتش ابدا بصراحه ان انت رجعت تكلميني، بس انا عايزه احلل الموضوع ده لان الموضوع ده بيضايق اي واحده تقريبا. أيوة، اكيد. بغض النظر بقى محجبه او لا، بس يعني هو ده الوضع. لا انا ان شاء الله اليوم لقيت لك حل والحل حيعجبك. كلمت لك دكتور اسمها ايناس، كثير شاطره. طبعاً. في ماشين جديده، طبعا احنا حنتكلم بكل التفاصيل هذه مع الدكتوره، ابغاها تشرح لك بالضبط ايش حيصير. بس ان شاء الله اليوم حنعمل لك حاجه وحنودي لك اياها. خلاص يعني حتنتهي الموضوع. ممتاز. خلاص تمام. اوكي ماشي يا جميل. مرحبا دكتورة إناس، إيش أخبارك؟ أهلا وسهلا سارة. تمام الحمد لله، أنت كيفك؟ الحمد لله بخير. دكتورة أنا اليوم جبت لك دينا. دينا كلمتنا على فاشن تايم وبتشتكي من البيبي هير اللي في وشها. طبعا هي حاولت تشيله بطرق كثيرة، حاولت ليزر، حاولت واكسينج، بس ما زبط معاها. فأنا كلمتك وانت قلتي لي على جهاز معين أنتوا عندكم هو، فأبغاكي تشرحين بالتفصيل للمشاهدين ولدينا إيش حيصير اليوم. اوكي نحن اليوم راح نستخدم لدينا جهاز سبيكترا. هذا الجهاز بنستخدمه بس للشعر الناعم او الفاين هيرز او الشعر الوبري مثل ما بيقولوا له. هذا الشعر عاده ما بيستجيب للعلاج بالليزر لانه بيكون كثير خفيف، ما بتشوفوا اشعه الليزر. حتى بعض الحالات ممكن انه نستخدم له الليزر العادي ممكن يتحول من شعر وبري لشعر سميك وتخين، فبصير مزعج اكثر السيدة. طيب وقد ايش لازم تعمل لك، يعني كم سيشن لازم تعمل عشان يروح كومبليتلي ولا لازم تعمل؟ لا هي بكل سيشن حقيقه بيصير اشقر الشعر، هو ما راح يروح. أوكي. اتفقنا هو شعر بس راح يصير اشقر. أوكي. فاتح ما بيبين. بليتشينج بيصير له بالجلسه الواحده، هو كل شعر بيصير اشقر. ممكن طبعا نعمل تاتش اب بعد حوالي 10 ايام اسبوعين، لانه ممكن يعني كم شعره ما يوصلون للجهاز. حلو. طيب ودحين حاله دينا هل هي مناسبه للجهاز هذا؟ ممكن نشوفها مع بعض. اوكي تمام. مثل ما شايفه عنده شعر كثير ناعم، اعطي بس ظل خفيف خاصه هون بالمنطقه اللي تحت السوالف، يعني اعطيه هذا الظل اللي شوي ببين غامق. حالة دينا حقيقه هي مثاليه لهذا الجهاز. ممتاز. خلاص حالة دينا مرتاحنا. تمام. لانه الليزر هي ما راح تستفيد على الليزر ابدا. أيوة. لانه شعر كثير فاين، وبقيت الاجراءات يعني الواكس وغيرها هي اجراءات يعني بس بتشيل الشعر ترجع مره ثانيه بيطلع، ممكن يرجع يطلع ادخان وتصير مشكله. طيب وكم مده السيشن؟ تقريبا بتضل يعني مع التحضيرات وهيك لا يتجاوز نص ساعه، ربع ساعه نص ساعه هيك شيء. حلو ممتاز. خلاص يلا دينا مستعده؟ اكيد. اوكي نبدا. اوكي تمام. اخبار خلصنا؟ ايه خلصنا. هلا اشوف في نتائج بين فورا. والله اختفى. اميزنج. ايش رايك دينا شفتيه ولا لا؟ اختفى. ها very nice. بس بصراحه عورك ولا لا؟ بس هو بس بسيط جدا. ايوه بس الموضوع ما خدش اكثر من 10 دقائق. واو دكتور بقى. بس من جد النتيجة رائعة دكتورة، يعطيك العافية صراحة. ودينا إن شاء الله يكون عجبك. مبسوطة. وعلى فكرة كده لازم تعمل السيشن هذا أكثر من مرة صح؟ كل شهرين ثلاثة. بس هلا دينا بدها تجي لعندي بعد 10 أيام مشان نعمل رتوش، لأنه أحيانا ممكن تفوشي شعرها مو شايفينها فبصير واضحة لما بصير الشعر أشقر أكثر. غير هيك هلا في إحمرار بسيط مثل ما شايفين كثير خفيف، هلا بيروح خلال تقريبا نص ساعة لساعة. بس من الا لدينا تحط واقي شمسي لما تطلع على الشمس، غير هيك ما في اي مشكله. ما تعمل ثاني هاليومين يعني تعرفي عشان على راحه ظل.
طيب يعطيك العافية دكتورة ودينا، إن شاء الله تكون مبسطتي وإن شاء الله ما عورك أبدا، وبالعكس إحنا مبسوطين إنك أنت مبسوطة. Thank you. كلنا نحب نشتري ميك اب بس ترتيبه مزعج، فشوفي معنا شوية نصائح كيف تنظمي مكياجك مع فاشن تايم تيبس. استخدمي منظم الأحذية، تقدري تعلقيه على الدولاب أو على الباب، وهو عبارة عن جيوب تقدري تحطي فيها اللبستيك أو الفرش. استخدمي علب الشموع القديمة، نظفيها وحطيها وتحطي الميك اب جوتها. لوح مغناطيسي للميك اب، لو خلصت عندك الأدراج حطي اللوح على الجدر وركبي الميك اب عليها. عندي قوارير بلاستيك قديمة، قصيها وارجع استخدميها تحطي فيها الميك اب وأشياء تانية. انتهت حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وحنشوفكم الأسبوع الجاي، لا تنسوا تتواصلوا معنا. مع السلامة. أنصحك تروحي لمونيد، هذا المكان مرة حلو، very simple، وشوفوا إيش قال لنا الفريش